اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. النهارده هتبقى حلقه خاصه مع ضيوف مميزين دايما من قطاع الناشئين. دايما احنا بنتكلم مستقبل النادي الاهلي، سواء بقى في التدريب ومدربين فنيين شباب، ولا ايضا اللاعبين ان شاء الله اللي هيكونوا في يوم من الايام نجوم من نجوم النادي الاهلي، ايضا من نجوم مصر. هتبقى في الفقره الاولى طبعا معانا ضيوفنا، هقدمهم لحضراتكم. خليني اقول قبل ما اروح واستقبل ضيوفي او اقدمهم لحضراتكم، ان طبعا منتخبنا الوطني حاليا بيلعب مباراته الاخيره والجوله الاخيره في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. الحمد لله احنا تاهلنا فيها عن جداره قبل ما نوصل لهذه المباراه والمباراه الاخيره امام المنتخب الغاني، وتعادل ايجابي 1-1 لاحرز هدفنا او هدف منتخبنا الوطني شيكابالا. يعني كل التوفيق لمنتخبنا، وتبقى يعني احنا عايزين نكمل التصفيات على خير. يعني كان معايا دكتور كرم كردي من يومين، قال لك احنا رايحين نكمل الجو او التصفيات واحنا سعداء واحنا راجعين، مش عايزين نعكنن ابدا على جمهور مصر، ان احنا نكمل للاخر ان شاء الله واحنا في احسن مستوى. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني، والمباراه تنتهي بنتيجه ايجابيه ان شاء الله، ويرجعوا بالسلامه بامر الله، ويستعدوا بقى للاستعدادات الخاصه ان شاء الله لوجودنا في روسيا 2018. اما ما يخص فريق النادي الاهلي، النهارده كابتن حسام البدري اولى تدريباته بعد العوده من كندا، والاطمئنان طبعا على بنته. يمكن انا كنت معاه شخصيا، طمني ان شاء الله ان الامور بتتحسن وحالتها بتتحسن بشكل كبير، ودي يعني ده نتمنى لها طبعا الشفاء، وندعي لها دايما بالشفاء. ايضا بعض اللاعبين اللي كانوا ممكن مصابين، يعني لسه اكرم توفيق ومحمد نجيب بيغيبوا عن المران. انا وقفت مع دكتور خالد محمود واتكلمت معاه شويه في الجزئيه دي. احنا عندنا المرحله الجايه مجموعه مباريات مضغوطه بشكل كبير، عندك بدايه من الانتاج الحربي هتكون يوم 16، ثم الاسماعيلي يوم 20، ثم الداخليه يوم 24، والمصري البورسعيدي يوم 28، وام بي يوم 2، ثم بقى يعني بتتوالى الماتشات كل 4 ايام. فمضغوط جدا جدول مباريات النادي الاهلي طبعا نتيجه طبعا التأجيلات اللي حصلت نتيجه اشتراك النادي الاهلي في بطوله افريقيا وصوله للمباراه النهائيه. فبالتالي دكتور خالد محمود بيقول اي حد ممكن بيشتكي من اصابه او بيعاني من اي الم في عضله في جزء من الجسم، احنا بنريحه على طول، لان احنا لو احنا ادينا له ان هو يلعب واتصاب مش هيلحق يرجع بالسرعه اللي احنا محتاجينه فيها في المباراه نتيجه الضغط الموجود للنادي الاهلي في المباراه القادمه. فبالتالي كل التوفيق لفرقتنا كلها، سواء بقى محمد نجيب والمصابين اكرم توفيق، ايضا كنا بنتكلم على ميدو جابر رجع الحمد لله بالسلامه. كل ده مهم جدا يبقوا اللعيبه في احسن حالاتهم. يمكن النهارده رامي ربيعه بيبتدي مع منتخبنا الوطني وبيتصاب وبيطلع وينزل مكانه سعد سمير، دي استكمالا طبعا لموضوع الاصابه. احنا نتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه رامي كمان يستريح بامر الله كده، لان احنا محتاجينه في الدوري الممتاز ايضا وفي كاس مصر والبطولات القادمه للنادي الاهلي. كابتن حسام بدري بعد عودته بيقعد مع بعض اللاعبين، النهارده قعد مع حمودي بيتكلم معاه. طبعا حمودي في المباراه الاخيره في كاس مصر جت ضربتين جزاء حمودي اضاعهم، ولكن عادي ده ممكن يحصل. لكن كابتن حسام مهم جدا انه يتعامل نفسيا مع اللاعب، وده مهم جدا ان المدير الفني يتعامل بهذه الجزئيه مع اللاعبين. فكان في جلسه خاصه معاه ويقول له طبعا الموضوع بسيط وموضوع ان شاء الله ما تنشنش نفسك، بما معناه ما تنشنش نفسك، والفتره الجايه الامور هتبقى احسن بالنسبه لحمودي. لاعب مميز، لاعب بينافس مجموعه من اللاعبين في هذا المركز على اعلى مستوى، واحنا كلاعب هو عنده مهاره عاليه، عنده جزء مهم جدا انت بتحتاجه في الخطه الهجوميه بتاعتك. فحمودي من اللعيبه المميزه اللي كابتن حسام البدري بيعتمد عليهم في الفتره اللي فاتت وايضا في الفتره القادمه. غياب عبد الله الشامي مدافع الفريق نتيجه نزله برد، نتمنى له طبعا كل التوفيق. يمكن كان عبد الله الشامي غاب عن المباراه الاخيره في كاس مصر امام تليفونات بني سويف لاسباب فنيه، لكن المره دي ان هو بيغيب عن المران النهارده نتيجه نزله برد شديده لعبد الله الشامي. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي، عودتهم كل اللاعبين المصابين عودتهم بسلامه. خلينا بقى اتكلم على قطاع الناشئين وفريق مميز. يمكن الاسبوع اللي فات كسب الزمالك 1-0 وهو اول الدوري الخاص بفريق 2001 او بطوله 2001، وهذا السن اللي ليه ايضا منتخب ان شاء الله نتمنى ان هو يبقى في احسن حالاته. وهذا المنتخب ايضا مع هو نجم من نجوم مصر، النجوم يعني كانوا موجودين وشاركوا مع الفريق الاول، ودلوقتي في منطقه ثانيه، منطقه التدريب، منطقه ان انت تخرج نجوم
للفريق الاول من خلال طبعا تواجدهم كمديرين فنيين ومدربين في النادي الاهلي. برحب بكابتن محمد شرف كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وواحد من المديرين الفنيين، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، والمدير الفني لفريق 2001 كابتن محمد بنور، ومرحب ونور بيك طبعا. حبيبي كابتن محمد، نور قناه الاهلي. سعيد جدا ان انا شفتك النهارده. سعيد جدا. بس انت بص يعني الهدوء اللي احنا عارفينه عنك زمان ده لازم بقى ايه تتكلم معاه النهارده. ماشي ان شاء الله. ايضا واحد من حبايبي بقى اللي كانوا في الملعب، وواحد من اللعيبه المميزه في فريق النادي الاهلي 99 و2000، يعني واحد كان جاي محترف ولكن هو مش محترف، هو ابن من ابناء مصر وابناء النادي الاهلي، كابتن اسحاق اول. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك كابتن فاروق. نور. نور. انجلش ولا عربي بقى؟ اول ذا سيم انجلش. اوكي خلاص هنتكلم عربي ولو في حاجه وقعت نتكلم انجليزي. اوكي. كابتن مصطفى فتحي طبعا مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. كابتن مصطفى برحب بحضرتك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. نور. انت اللي منور والله. حبيبي خليني ابتدي كابتن شرف، مبروك طبعا الماتش اللي فات، وخليني اقول لك بقى يعني نروح للذكريات انا وانت شويه وكابتن اسحاق، نرجع نتكلم على فرقتك. مهم 99 او من 98 99 انت قبلي طبعا، انت الفريق اللي قبلي في قطاع الناشئين. صعدت سنه كام كابتن شرف؟ 93 94 ده انت بدري قوي. كابتن انور سلام اول حاجه. كابتن انور سلام كان هو اللي موجود. كان عندي 17 سنه. ولكن ظهورك كان الاكثر مع النادي الاهلي كان مستر تسوبل ولا هولمان؟ هولمان. بس تسوبل كان اكثر. لا تسوبل بعد هولمان. ما انا عارف ان هو تسوبل بعد هولمان، لكن ظهورك القوي كلاعب استاندنج كان تقريبا كان يعني اواخر مستر هولمان لما قبل ما يمشي، والفتره بقى بتاعت مستر تسوبل. كان بطوله دوري مع النادي الاهلي؟ يعني الفترة كلها، يعني احنا محظوظين ان احنا طلعنا في هي الفترة اللي خدنا فيها البطولات كلها، يعني اللي هم السبع سنين. اللي ورا خدت السبعة. يعني بدايتها متهيألي اول سنة بس مستر الين هاريس صعدت بعديها، يعني كنت موجود بعديها حوالي ستة بطولات عربية. ست طبعا دخلت كام بطولة عربية بقى كده؟ انت حضرت كتير بطولات عربية ونخبة. والله هم كترهم احنا بنفتكرهم بمطوشه معينه. انا لازم افكرك عشان كمونه في كمونه دي كانت في المغرب. في المغرب. في المغرب. وفي تونس لما الاهلي السعودي تعادل مع الافريقي واحنا خدنا البطوله. احنا كنا قاسمين الفرقه مجموعتين، والبطوله العربيه هنا في القاهره الجون بتاع نخله يعني كان صحيح. والجون اللي هو بتاع وليد اللي في الاخر، انا فاكرهم دايما بالاجوان يعني. حوالي خمسة أو ما شاء الله. كأس مصر ما خدتش؟ كأس مصر لا، الفترة دي يمكن خدنا بطولة واحدة. كان النادي الأهلي بعيد عن يمكن كانت مصر. أقرب واحدة اللي إحنا كنا مع بعض فيها وصلنا النهائي. وكان الدوريين لعبوا ماتش يعني الإسماعيلي وخسرنا. أحمد فكري الصغير قصير بتاعنا جميل. بس دول يعني كانت تقريبا بطولة كده مجموعة مع كابتن شرف كانت في تسعة؟ طب تاريخ طويل، تاريخ كبير النادي. طبعا هو يعني حتى يعني اغلب اللعيبه طبعا اللي بيجوا النادي الاهلي او كده واحنا من ولاده كمان، احنا انت حط بقى على التسعه دول حوالي مثلا احنا ما وصلناش بطوله واحنا في الناشئين واحنا صغيرين، هو ده اللي دايما بنتكلم عليه انك انت طالع متعود على المكسب وروح البطوله، وعشان كده تلاقي دايما اللعيب اللي بيطلع في فرقه بيبقى ليه نكهه خاصه عند الجمهور كمان وطعم مميز يعني. صحيح. وكان يمكن برضه عشان اذكر الناس، يمكن كابتن شرف كان كمان ليه، هو لعيب شيك كده كان في خط الظهر، لعيب شيك يعني بيفكرنا طبعا بكابتن اشرف قاسم، ويعني مجموعه من اللاعبين اللي في هذه الجزئيه اللي هو ايه ما بيهنش نفسه، لعيب حريف بيعرف يلعب كوره بشكل كويس، يعني دي كانت ميزه من مميزاته. ولكن طبعا والده برضو لازم نفكر كابتن شرف، كابتن شرف ده كان من المدربين المميزين جدا في نادي اسكو، كان دربني انا شخصيا ما كنت انا موجود في نادي اسكو، ربنا يرحمه طبعا كابتن شرف. يعني اسحاق اخبارك ايه بقى؟ احكي لي طمني عليك. الحمد لله. كل ذكرياتنا كده مع بعض في ما انت تفتكر اكتر مني. لا ازاي، خلي بالك مش اي حد، ودي يعني يجي النادي الاهلي ويتاقلم معاه ويبقى واحد من نجومه ثم يبقى موجود كمدرب في قطاع الناشئين ويبقى واحد من الناس اللي يبقى كل اداره بتيجي بتحبه، فدي حاجه مميزه. الحمد لله رب العالمين. طبعا بدايه هي النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي كيان مكتمل بيحب اي حد يخش له، اي حد دخل بقى ابنه من اولاد النادي. فبتلاقي الحب والمحبه وكل حاجه. فتحس انت في بيتك، فده اللي بيميز نادي الاهلي. صحيح. كم سنه كام يا اسحاق؟ انا جيت نادي الاهلي سنه 98.
98 موسم 98 99 كان مستر سوبر بقى ساعتها. مستر سوبر كنت تلعب باك رايت اسحاق؟ لا لا كنت مهاجم كل حته. كنت مهاجم. نسيت انت لما خدت رقمي؟ لا ما هو انا انت بص كانت ساعات بتلعب يمين. ايوه ساعات بتلعب حاف يمين وينج. لا انت لو الصراحه انت كنت بتلعب في كل حته يعني برضه عشان نقول للناس. لكن كان اوفراتك وحشه قوي اسحاق الصراحه. ليه بس؟ لا انت جبت جوال. جوال انت جبتها مين؟ انت وكابتن سالم حفيظ من ناحيه اليمين. من ناحيه الشمال كان سعيد عبد العزيز وهشام حنفي. كانت لا كان فريق كان مميز. كان فريق جميل وناس. كم بطوله بقى مع النادي اسحاق؟ تقريبا اربعه وخمسه. واحد دوري وكاس وافريقيا والسوبر افريقيا تقريبا اربعه. انا بس ايه واحنا بنقول كده ليه؟ عشان بس بنعرف الشباب بتوعنا اللي انتوا بتمرنوهم انتوا مين بيمرنكم؟ دي مهمه جدا. واكيد طبعا جمهور النادي الاهلي يحب يسمع عن اسحاق اول. كابتن شرف، كابتن مصطفى يعني طمنا عليك، اخبارك ايه بقى؟ قول لي دخولك النادي الاهلي يعني دي كانت حاجه مميزه يعني دايما طبعا. اي حد مننا سواء بقى احنا ابنائه او اي حد بيحب يبقى موجود ويتعامل ويشتغل جوه النادي الاهلي بيبقى في ميزه مختلفه عن اي نادي ممكن يشتغل فيه. طبعا مظبوط. طبعا اللي ساعدني ان انا اكون موجود في النادي الاهلي رقم واحد ان انا لعبت في الدوري الممتاز حقيقي اكثر من 11 12 سنه ترسانه وبعدين بلديه المحله سنتين مع كابتن محمد صلاح وكابتن محمد حلمي وبعد كده رحت نادي المقصه لعبت سنه صعدنا من الدوري الممتاز وسنه مع الكابتن طارق يحيى وبعد السنه دي كان الدنيا خلاص كانت 35 سنه و4 خلاص يعني كان الدنيا قربت فعرفت ان في النادي الاهلي محتاج مدربين حراس مرمى. الكابتن تامر دسوقي كلمني وقال لي ان في النادي محتاج يعني ف تمام بس هو من جيل شرف بس زميلي انا كمان وزميلنا كنت احنا انا يعني طبعا يشرفني انا كان كابتن شرف كابتني في منتخب الشباب حبيبي نسيت اقول انت كنت كابتن منتخب الشباب طبعا شرف طبعا كان كابتن اسمه كمال عثمان هو كان صالح كابتن محسن صالح وبعدين جه الكابتن كمال عثمان كمل التصفيات صحيح كان منتخب فظيع ده لازم يتحبس كله كان بركات كمال عبد الحميد شريف كراوية الله يرحمه ايمن رمضان بس ايمن رمضان جه معانا بعد كده كان هو اصغر كان هو اصغر مهيب عاطف مهيب. خالد عبد المنعم سيد غريب محمود صادق سيد غريب كان مجموعه لعيبه معظمهم لعبوا في الدوري الممتاز وكانوا لعيبه مميزه وليد صلاح عبد اللطيف كان موجود يعني كان مجموعه كويسه جدا فلما رحت قالوا لي هو لازم يكون في شرطين طالما انت ما لعبتش في النادي الاهلي تكون لعبت منتخب على الاقل منتخب شباب يا اما تكون لعبت دوري ممتاز فالحمد لله كانوا الاثنين موجودين. قعدت سنة تحت الاختبار كمدرب يعني بتعلم يعني زي بروح النادي كل يوم من 9 الصبح لحد آخر النهار يمكن بشتغل مع كل الفرق ببقى قاعد بشوف الناس بتشتغل ازاي وبعد السنة بيبقى فيه تقييم فكان كابتن محمد عامر ساعتها مصمم انت تبقى موجود جوه النادي الاهلي يعني هي كانت فرصة ليا ان انا اتعلم كويس لان انا كمنظومة اي واحد بيتمنى يعني طبعا احترافية منظومة احترافية طبعا انا ما حلفنيش الحظ ان اكون لعيب في النادي الاهلي انما يعني يمكن ربنا انا اجتهدت وحاولت وكان كله بنضحك ان انا ابقى مدرب محترم فمش يعني اكون مدرب محترم ان انا يكون ليا حظ ان انا ابدا في النادي الاهلي فدي ساعدتني كتير جدا صحيح ده حاجة جميلة. احنا طبعا زي ما بقول لك احنا اولاد النادي الاهلي او اي حد حابب النادي الاهلي انه يخدمه احنا طبعا بنرحب بيه في اي وقت. كابتن مصطفى هو يعني اكيد انت هتطلع لنا بقى حراس مرمى مهمين في الفريق الاول اكيد ان شاء الله. كابتن شرف خليني بقى اكلمك على ما هو الفارق ما بين تدريب الناشئين والفريق الاول. انا ما اعرفش طبعا الفرصه دي لم تتاح ليك حتى الان في تدريب اي فرق من الفرق يمكن يعني جه كام عرض كده لكن يعني انا حابب الفتره دي ان انا ما استعجلش يعني الخطوه قريبه واعتقد ان هو ال تدريب الشباب اصعب من الفريق الاول لان انت مش يعني مش بتعمل لعيب كوره بس انت كمان بتعمل يعني بتكون شخصيته كمان ويمكن مريت انا طبعا بتجارب في السنين اللي فاتت مع معظم طبعا النجوم اللي موجودين دلوقتي رمضان وتريزيجيه ومحمد هاني وسعد وحسين السيد كلهم يعني اتعاملت معاهم السن ده خطر جدا يعني وما بين ان هو يبقى نجم ويكمل وما بين ان هو يبطل كوره فمرحله صعبه المرحله دي اصلا كابتن كواحد مرتها كلاعب لكن كمدرب كمان بتبقى اصعب فاروق يمكن من اكتر اللعيبه مثلا اللي تعبتني عمرو ورده لما كنت شغال مع الكابتن علي ماهر اوكي الفتره دي انت بتبقى عايز تسيطر على اللعيب وتقول له الميزه
يعني بص قدام، يعني ما تبصش تحت رجلك، بص الخطوه اللي جايه تبقى ايه، هتلعب في اوروبا، لو ما لعبتش في النادي الاهلي هيبقى المحطه الثانيه اوروبا، الدنيا سهله. مع طبعا النماذج كان في لعيبه كتير كويسه زي عمرو وزي تريزيجيه، لكن ما حالفهمش الحظ اللي هي التصميم بقى ان انا عايز اكمل او ان انا اجدد طموحي، انا بلعب في النادي الاهلي، طب الخطوه اللي بعديها ايه؟ يا منتخب، يا طلعت الدرجه الاولى، في ناس بتطلع الدرجه الاولى ويبقى اخر طموحها ان هو موجود في الفريق الاول، لكن في واحد بيجدد طموحه، فانا بحس ان يعني السن ده انت بتعمل راجل وبتعمل شخصيه، وهم بصراحه يعني مدينا يعني كجهاز مبسوطين جدا بالشغل معاهم، بتتعامل مع رجاله. قبل طبعا ما اشكرهم اشكر اولياء امورهم ان هم ادونا اولاد متربيه فعلا، يعني اولاد رجاله يتحملوا مسؤوليه. جميل. فخورين ان احنا شغالين معاهم، ويمكن سبب كبير ان احنا نتجمع الجهاز مع النوعيه دي. يعني طبعا انت عارف اكيد ان كل المدربين بيجي لهم عروض وكده، لكن احنا لينا حلم ان احنا نحققه السنه دي. يعني احنا دايما بقول لهم بقالك كام سنه في القطاع يا كابتن شرف؟ 10 10 سنين. طبعا مريت طبعا بكل مدرسه الكوره الاول، وبعد كده مسكت مدرب عام فتره، وبعدين مسكت كان اول جيل 98 اللي هو احمد حمدي وفوزي، واشتغلنا معاهم، بس للاسف كانت البطوله ما اكتملتش بسبب اللي كانت فيها الكوره في الوقت ده. ودخلت امتحانات ثانويه عامه، يعني احنا برضو من المشاكل بتاعتنا ان احنا بنحط الجدول من غير ما نشوف هيودينا فين، يعني الامتحانات وكده. فكان الكابتن زيزو موجود واعتذر عن الثلاث بطولات، كان كابتن فتحي مبروك ماسك فرقه، وكابتن كشري، وانا كنت دول الجمهوريه. وبعد ال 98 مع ال 2001 طبعا الامور ماشيه الحمد لله، وفرقه وجيل للنادي الاهلي. يعني طبعا يعني شيء بطوله، ولا النادي الاهلي مليان بطولات، لكن انك تطلع لعيب راجل يعني دي بالدنيا كلها. صحيح. والحمد لله النوايا دي موجوده في الفرقه. لا نبص، هو ده دايما النادي الاهلي ده اللي بيميز فريق النادي الاهلي في قطاعاتكم، يعني في قطاع الناشئين، يعني فرق الناشئين كلها. يمكن في بعض الاحيان السنتين اللي فاتوا الى حد ما كان في بعض الامور، في السنه اللي فاتت البطولات ما كانتش كلها مع النادي الاهلي، لكن انت بتبص في الاول وفي الاخر انك تطلع لاعب مميز. واعتقد ان انتوا يعني الفتره اللي فاتت عندنا احمد حمدي موجود، احمد عندنا رمضان قبليه، محمد هاني، حسين السيد، يعني كل اللاعبين تقريبا. والاعارات يا كابتن فاروق كمان اللي راحوا اعارات كتير. مين مين اسحاق؟ فوزي الحناوي، في فوزي الحناوي في الاتحاد، في عمر وائل، عمر وائل رضوان، حسن الغندور برضه راح الجيش، الغندور في الجيش. في كتير، في مجموعه كبيره من مجموعه 97. طب قبل ما نقول بقيه الاعارات، معايا طبعا تليفونكم لسه طبعا بنجيب سيره كابتن علي ماهر، يعني كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي والمدير الفني للفريق الصوتي، اللي عامل حاله ما شاء الله يعني على الفريق السنه دي، مع كابتن علي ماهر. كابتن علي مساء الخير عليك. حبيبي يا فاروق، وحشني. ازيك يا فاروق، عامل ايه يا حبيبي؟ تحياتي ليك يا كابتن. وكابتن محمد شرف، وكابتن اسحاق، وكابتن مصطفى فتحي، منورين حبيبي. ودايما متالقين كده، وحاجه جميله، وهم كمان عاملين حاله في القطاع حاجه محترمه جدا. كابتن علي، يعني قبل ما اروح اكلمك طبعا على تجربتك في قطاع الناشئين، ما دام معانا طبعا يعني كابتن شرف مدير الفني ل 2001، وكابتن اسحاق، وكابتن مصطفى، خليني اكلمك على فريق اسيوطي، ياخدك في الجزئيه دي الاول. ايه الحاله والسر اللي فيه الاسيوطي السنه دي؟ والله يا فاروق، يعني احنا الحمد لله، يمكن انا البدايه يعني اختار محمود الاسيوطي في مختلف كمان، راجع على طول عايز دايما يحب، دايما بيقدم كل جديد، راجل صاحب افكار دايما متطوره جدا، لان على طول عايش بره مصر، فكر مختلف، بيقدم مدير فني. يمكن اول سنه اشتغل في الدوري الممتاز، عايز يعمل حاجه كده، وده اللي حصل. قعد معايا واخترت اللعيبه، اخترت اللعيبه كلها الحمد لله، كان من كرم ربنا عليا الحمد لله. انا بختار اللعيبه كلها اللي موجودين، اخترت اللعيبه على حسب طريقه لعبي، انا بلعب ازاي عشان كده جبت اللعيبه. انا بلعب مثلا عايز العب كوره، وعايز ابدا من تحت، جايب الجول كيبر كده، وجايب الترديباكات كده، جايب الباك رايت والباك ليفت بالشكل ده، جايب الديفندرات كده، انا اقدر اعرف العب كوره. فبختار اللعيبه على طريقه لعبي. رقم اثنين والاهم ان انا ما بعتمدش على الاسباب، اعتمد دايما على الطريقه الجماعيه، اعتمد دايما على ان احنا بنلعب كوره، وان دايما يبقى عندك حلول كتير في الملعب. محمد شرف طبعا يشتغل معايا وعارف، ويتحقق اول سبق كان في القطاع، وعارفين الكلام ده. فهو ده دايما الشغل، دايما يبقى مختلف، ما يبقاش شبه
ما تبقاش ما بتلعبش على الكره الطويله، ما بتلعبش على الكره الثانيه زي ما كانت بتعمل. دايما يبقى ليك فكر مختلف، دايما يبقى ليك كذا طريقه لعب عشان تقدر تغير طريقه لعب. ما تلعبش طريقه واحده وهي دي اللي بلعب بيها وهي دي اللي بتغيرها ابدا. لا، مرونه وقارن اللعيبه على الكلام ده. لو انا كسبان انا افضل زي ما هل ممكن اغير طريقه اللعب اكتر؟ كابتن كابتن علي معلش الصوت بس بيقطع، لو يمين شويه او شمال عشان نقدر بس ايه الشبكه مش مظبوطه. معانا كابتن علي؟ طيب يعني هنرجع لكابتن علي اسحاق. احنا كنا بنقول ان في بعض اللاعبين اللي تمت اعراضهم كمان من قطاع الناشئين، عندنا فوزي حناوي، عندنا مين تاني؟ خالد جندور وعمر وائل، دول جوان. في مين تاني؟ لا في لعيبه تانية، في كتير. في مين كان اللي كان بيلعب في البتروجيت نسيت اسمه؟ ناصر من اهم العناصر يعني. قبل كده في محمد حمدي بتاع المصري، باكليف بتاع المصري، لعيب مميز جدا. بنطالب كمان من السرحات الكبرى يبص عليه لانه ده فعلا نقص فعلا حقه والله. لسه واحنا في التاريخ كنت بقول الكلام ده لزملائي، الولد ده كان هو عامل حاله كمان مع نادي المصري، يبقى متواجد في المنتخب من دلوقتي حقيقي، ان هو الباك ليفت القادم. طيب للمنتخب خلينا نكلمك بقى على الفريق بتاعكم 2001 يا اسحاق، وانت كمدرب عام مع كابتن شرف، ايه اللي انت كمدرب عام بتحاول تبقى متواجد معاه مع كابتن شرف او تقدمه للاولاد في هذا السن؟ طبعا طيب نروح لكابتن علي بقى الاول وارجع السؤال ده. كابتن علي انا اسف كان بس صوت بيقطع معلش. معلش بس هي دي الحاله اللي كنت لحد فيها ما اعرفش. لا يعني انت يعني هي نقطه استكمالا للفكر اللي طبعا لرئيس النادي الاسيوطي للتعامل، وانت كفريق كمان انت كنت بتختار مجموعه اللاعبين بناء على شكل التيم اللي انت عايز تبتدي بيه على مدار الموسم وشكل اللعب اللي انت عايز تبتدي بيه يا كابتن علي. برافو عليك. انا طريقه لعبي انا بقول لك ما بعتمدش على اسماء، بعتمد على مجموعه على طيب كابتن علي معلش يعني انا عايز اسالك على حق. صوت بيقطع تاني كابتن علي معلش. بقول لك لو اعتمدت على فرد ممكن بعد الشهر يحصل له اصابه ولا حاجه، ده مش منطقي. لكن المهم قوي انت تعتمد على الاداء الجماعي. صحيح. كابتن علي يمكن في انت كسبت الانتاج في الدوري وكسبت الرجاء في الكاس، اعتقد في ضغط مباريات. الرجاء في الدوري والرجاء لكن انا بتكلم على ضغط المباريات اللي هيبقى متواجد. هل العامل البدني كابتن علي ماهر عامل حسابه واللي عليه على مدار الموسم يعني في تدريباته في الشكل الخططي بالنسبه له كمان؟ طبعا انت بس انا لاعب ماتش امبارح وعندي ماتش يوم الاربعاء. انا ما رايحش اللعيبه كلها موجودين النهارده بنعمل استشفاء وموجودين ودخلوا وادالكم كويس في تدليك النهارده وساونا وعملوا استشفاء كويس قوي ويباتوا النهارده في المعسكر يعني ديوتي وينزلوا بكره عندهم وبعد كده ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث. يعني احنا ما عندناش وقت تعمل حتى اليوم البدني، ما فيش وقت لليوم البدني. كنت انت دايما بتبدا الاسبوع بتاعك في عندك يوم بدني. الشرف اشتغل معايا وعارف الكلام ده، فانت ما تفضلش حاجه خلاص تتكلم على النهارده، بكره ما فيش غير فاضل تمرينه واحده تشتغلها فني، وبعد بعد بكره تتكلم خلاص خلاص الماتش يوم الاربعاء. ما عندكش وقت صحيح ايام فيها شغل الكوتش تخش تعمل الحته البدن بتاعك تخش تعمل القوه بتاعتك، مفيش وقت لان اللعيبه جاهزه ودايما ضغط الماتشات قريب من بعض. انت ازاي تريح اللعيب وازاي انت تشتغل اليوم الفني عشان اللعيب ما يتطورش، انك انت تحافظ على الحته دي مهمه جدا. صحيح. الله يكون في عون النادي الاهلي بقى كابتن علي، لان كل اربع ايام ماتش كمان المؤجلات بتاعته كمان الموضوع يبقى. الله يكون في عون كابتن حسام البدري يعني، فموضوع دي حقيقه فعلا. خلاص ما عندكش انت خلاص اللعيبه كده خلاص تديله كابتن علي الصوت بيقطع. طيب يعني هو كابتن علي طبعا كنا عايزين نساله طبعا على قطاع الناشئين والشكل، لكن خلينا اكلمك ساعات. انت فاكر السؤال اصلا اللي انا سالته لك؟
ولا نسيت انت كمان. طب اتفضل. طبعا بتسال ايه اللي بنعمله كلاعيبه عشان ناسسهم يبقى عشان يبقوا مميزين يفيدوا النادي الاهلي. طبعا اول حاجه زي ما كابتن شرف قال، اول حاجه بنحاول نعلمهم هو في المكان اللي هو فيه يعرف قيمه المكان اللي هو فيه كنادي قيمه النادي الاهلي. بعد كده يحاول يعمل حاجه لنفسه، ما يبصش اللي حواليه، يبقى هو لعيب منفرد من اللي حواليه، يبقى له شخصيته جوه الملعب وخارج الملعب، يبقى ملتزم التزامه في الملعب هو بره الملعب، كل الاسباب اللي تخليه هو لعيب كوره محترف وما يبصش تحت رجليه، يبص على هدف لأعلى، مش بس هو يطلع مثلا فريق أول، يبص على النماذج اللي كانوا حواليه زي رمضان صبحي وتريزيجيه، ده كانوا موجودين معاهم عايشين بيتين معاهم بيلعبوا مع بعض، النهارده هم فين؟ دول المفروض دائما يبقى ده الهدف بتاعهم، حته الحافز بتاعهم موجود اصلا من خلال اللاعبين، كانوا موجودين اصلا في النادي بيشوفوهم. مش تجربه واحد بيحكي لك، لا انت شفتها بعينك. فطبعا لا انت تبقى عندك راسم ايه اللي عايز تعمله؟ خطط طريقك هدفك عشان تشتغل عليه. والله انت جميل يا اسحاق. انا عايز اسمعك، انا عايز يعني جمهور النادي الاهلي عايز اسمعك، لان انت كنت لاعب من اللعيبه المميزه. كابتن مصطفى خليني اكلمك على حراس المرمى، حراس المرمى في النادي الاهلي ما شاء الله عندنا في الفريق الاول عندنا شريف اكرامي، عندنا الشناوي، عندنا احمد عادل عبد المنعم، في لسه كمان اهو مجموعه من الحراس اللي بينضموا جداد من القطاع، عندنا عمر وائل طلع اعاره، عندنا حناوي اعاره، غندور سوري انا اسف، الغندور مش حناوي، الغندور. اللي انت بتعمله بقى من خلال طبعا وجودك دلوقتي مع فريق 2001 عشان نقدر نسلم للفريق اللي بعدك او اللي بعدك حتى يوصل ان شاء الله الفريق الاول لجزئيه حراسه المرمى. طبعا الاعداد بالنسبه لحارس المرمى بيبقى اعداد بالذات لحراسه مرمى النادي الاهلي في منتهى الصعوبه يا كابتن محمد، لان انت الموضوع مش موضوع اعداد بدني واعداد فني وخططي، انما الاهم من الثلاثه دول الاعداد النفسي والسلوكي، ازاي انت تقدر توصل ولد في المرحله دي ان هو تجهزه ان كمان سنه او سنتين ممكن يلعب قدام 60,000 و100,000 لما ان شاء الله الجمهور يرجع او يلعب في بطوله افريقيا او يبقى حارس منتخب مصر الاول. دي بيبقى ليها عامل كبير جدا، يعني شخصيه حارس المرمى لازم يعني انت بتختار الشخصيه الاول يا كابتن؟ لا طبعا انت جاي لك لعيب كده مقاومات معينه، رقم واحد المقاومات البدنيه، النمط الجسماني بتاعه، الطول المناسب للمرحله السنيه اللي هو فيها، دي كل مرحله مختلفه عن طبعا ان مثلا ولد 12 سنه في زي بنقول في مزور في مقياس ليه 13 14 النمو الطبيعي، 16 سنه المفروض يكون كام، وصل لكام، بعد الديت بنبتدي نبص طبعا التوافق بتاع مهاره حارس المرمى بتاعته عامل ازاي، الدنيا ماشيه بالنسبه له في المهاره الاساسيه ازاي، بعد كده بنبص الفنيه والخططيه دي ممكن يتعلمها سهل. يعني انت بتتكلم الموهبه كابتن سهل ان هو يعني لا يعني مش الموهبه، الفن الموهبه موجوده، الموهبة تبقى موجوده لازم يكون فيها لكن جزء كبير. الضعف بالنسبه للحاله الفنيه، الحاله الفنيه والخططيه تتصلح، لان يا كابتن محمد هي مرتبطه بال يعني الخططي اللي هو مثلا التمركزات، التصويب اثناء التصويب يكون واقف فين، الكرات العرضيه تمركزاته تكون ازاي، الخروج خلف المدافعين، التعامل طبعا الارسال، ودي من اهم الحاجات اللي كابتن شرف بيعتمد عليها اللي هي الارسالات بتاعت حراس المرمى سواء بالايد او بالقدم، امتى وازاي، والهجمه المرتده تتبني ازاي، يعني حارس المرمى بيشارك في الخططي في الجزء الخططي بتاع الكابتن محمد، فدي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم يتعلمها حارس المرمى. كل الحاجات دي يا كابتن محمد بنطورها وبنوصل بيها ان الولد يعني نحاول نكمل له النواقص بتاعته بحيث ان هو نكمل له زي ما نقول الفورمه الرياضيه بتاعته، كل حاجه بتوصل لحاجه، يعني البدني بيوصله ان هو يؤدي المهاره على احسن وجه، التمركز بتاعه بيسهل الامور، لان حضرتك حراسه المرمى هي زي ما نقولها هي مساحه وزمن، المطلوب مني اقطع اكبر مساحه في اقل زمن ممكن، يعني ارتماء كرة متشاطة لازم اروح لها اقوى مساحة اقوى قوة دفع تكون عندي في اقل زمن عشان انا في حالة سباق مع الكرة. فعشان توصل لدي اعداد بدني قوي جدا طبعا. اعداد مهاري قوي جدا. عندنا الولدين حمزة وعاصم
حته الشخصيه دي موجوده عندهم، ودي من يعني دي من كرم ربنا علينا، لان الشخصيه دي انا عايز اكلمك عليهم يعني خصوصا، بس ارجع لك مره ثانيه. خليني اروح بس كابتن شرف اتكلم الفريق اللي قدامنا ده. كابتن شرف انت اولا من معاهم من الاول كابتن شرف، ولا دي كانت اول سنه بالنسبه لك دي الفريق؟ تاني سنه خدتهم من كابتن ياسر محمدين. تمام. هو كان جاله طبعا منتخب مصر 2000، فانا خدت الفرقه دي يعتبر ثالث سنه كمان معاهم. طيب وهي دي يعني مسهله الامور علينا قوي. صحيح اكيد. طب كلمنا عليهم يعني الفريق من ساعه ما انت اخذته من 3 سنين، هل حصل عمليه تطوير خصوصا السنه دي كابتن شرف؟ اكيد طبعا. يعني احنا السنه دي مش مساله بقى انت بتدور على لعيب يلعب بطوله، انت بتدور على لعيب يلعب فريق اول وقريبه جدا. يعني بدايه مثلا من الجونين اللي مع الكابتن مصطفى، اولا هم محظوظين ان الكابتن مصطفى شغال معاهم، يعني هو ربنا كرمهم ان هو حطهم طبعا مع كل اللي فات، لكن في لحظه معينه في مدرب بيزقك للفريق الاول، فهم يعني في فتره ربنا يكرمهم طبعا، لكن هم خامات واعده جدا للفريق الاول. هو احنا كل ماتش حيره هنلعب مين فيه بسبب تقارب المستوى. حاجه حلوه طبعا دي، و يعني مدين كمان المنافسه اللي بينهم دي باور للعيبه كلها، لان اغلب اللعيبه عندي برده ما فيش تمركز كتير، يعني الباك الشمال بيلعب سرد باك، بيلعب في نص الملعب، ففي تدوير، لكن ده اكتر مكان فيه اتنين منافسين جدا لبعض. بقيه الفرقه يعني اغلبهم طبعا من ولاد النادي، ويمكن فيهم مجموعه من الاكاديميه، لكن انا برده سهل لي اموره كابتن ياسر محمدين، لان كابتن ياسر اشتغل معاهم في مرحله اللي هم 8 وجون اللي هي البراعم، وبعدين 11، فهو ظبطهم 11. طبعا دعمنا بلعيبه مميزه، لكن القوام الاساسي هم بقوا حافظين التحركات، حافظين الوقفه. عندنا طبعا 3 مدافعين، انا يمكن انا في متوشه بلعب باربعه ورا، وفي متوشه بلعب بثلاثه، الثلاثه لحد دلوقتي جايبين اجوان. يعني انا الماتش اللي فات انت عندك 9 لاعبين من اصل 11 كابتن جايبين اهداف. دي حاجه كويسه جدا، منهم الثلاث مدافعين. ده يدل ان انت اسلوب عندك، بغض النظر الاهلي بيلعب طبعا بشكل هجومي باستمرار، لكن ان يبقى عندهم الحته الهجوميه وان هم يحرزوا الاهداف وجرايتها دي حاجه مميزه جدا. احنا جايبين 39 جون، داخل فينا 8 تجوان، اعلى يعني اللي بعدينا الزمالك 25 جون وداخل فيه 8 تجوان، ففرق الاهداف ده بسبب ان كله بيشارك. يعني مغربي هو اللي جايب جون المكسب، جايب جون التعادل في سموحه، وده السرد باك عمر حجاج برده مدافع، جاب كل اللعيبه جابوا اجوان. يعني فدي هي الكوره دلوقتي. يعني احنا كنت مدافع شرف، ودايما بيقول لك المدير الفني لما يبقى مدافع هداف. صح. لا هو شرف كان بيطلع، لا ولاعيب، انا قلت في الاول قلت هو كان لعيب كوره مش مدافع بس، لا هو كان لعيب كوره. اتفضل كابتن شرف. انا بحب لعيبه الكوره جدا يعني، وبحب دايما يعني، هو احنا حتى شايفين الكوره العالميه والنادي الاهلي المتفوق، لعيبه الكوره اللي بتدي له الحلول جوه الملعب بتكملها بناحيه بدنيه، خلاص محدش بيقف قدامك يعني. فانا بحب نوعيه لعيب الكوره يعني. اللعيبه يعني في خامات كمان يعني في الفرقه. يعني انا بقول ان شاء الله اللي هيمسك منتخب مصر 2001 هيبقى من المحظوظين ان شاء الله باذن الله. اولا انا شفت خامات طبعا حافظين طبعا فرقتنا، شفت في الزمالك في انبي خامات كويسه جدا ممكن تعمل منتخب محترم. عندنا فرويد عبد الوهاب مع برضو من الهدافين كويسين، وبحب اشكره يعني الفتره اللي فاتت الحقيقه كان بيتحمل على نفسه واستحمل ان هو ياجل عمليه كان المفروض يعملها في اللول، قعد فتره كبيره بيلعب وهو بيعمل له مشكله طبعا وكده. هو نوعيتك برضو من اللعيبه اللي عندها قلب وعندها روح. كنا بنتخيط وننزل نلعب يا كابتن، مفيش مشكله خالص يعني. عندنا 12 غرزه في الوش خيطنا ونزلنا لعبنا. هو ده بقى اللي معلقنا بالجيل ده شويه، حته الرجوله اللي عندهم ده انت لازم تديها لهم. مهم جدا، مهم جدا الجزئيه دي تبقى مهمه. يعني انا احكي لك كابتن حسام حسن يعني طبعا ده احنا يعني طبعا كل واحد بيجي بتشوف القدوه زي ما كابتن اسحاق كان ممكن يلعب والعضله مقطوعه ورا، ازاي ما تفهمش؟ بس هو عايز يبقى يلعب، عايز الاهلي يكسب، دي حاجه صحيح. اتفضل كابتن. عندنا يوسف عثمان برده من اللعيبه اللي بيتحملوا على نفسهم وبيلعب وهو مصاب دايما. يعني حته الرجوله دي، احمد اشرف لعب اللي هو كابتن الفرقه، لعب ماتش حوالي ربع ساعه ودراعه مكسور، وكمل ربع ساعه. ما كنتش تعرف انت كابتن؟ لا ما هو مكمل. انت خلاص بينج وكمل
فالحمد لله النوعيه موجوده مع بقى اللي هو يعني الجو اللي انت شغال فيه. اولا انا المنظومه واحده مفيش حاجه بتختلف يعني شيء. يعني طبعا السنه دي دكتور عمرو وكابتن خالد فارقين جدا معانا. يكفي الملاعب اللي انت شايفها دلوقتي وكان يمكن عبء علينا السنه اللي فاتت. السنه دي الملاعب متغيره جدا معانا في كل الامور. كابتن اكرامي معانا في كل المباريات بره وجوه يعني تحس ان وراك ظهر كده دايما لو في اي مشكله بتلجا لهم بتتكلم معاهم. طبعا عندهم علم كبير وخبره كبيره بنكتسب الحاجات دي كلها. احنا الحمد لله النادي الاهلي اللعيبه كلها كل الانديه من النادي الاهلي وايضا المدربين يعني كابتن علي ماهر. انا طبعا كابتن علي ماهر طبعا قعدنا مع بعض لكن الخط بتاعه كابتن علي ماهر انا اعتقد ان شاء الله الاسيوطي في الدور الثاني هيبقى حاجه مجرد بس ان هيبقى اكتر فرقه ممكن تمتعك كوره لان هو بيحب لعيبه الكوره وبيحب الشغل التخصصي وجرأة خلي بالك وعلي جريء جريء طبعا هي دي شخصيته بتديها للعيبه برضو. كابتن عماد النحاس كابتن كوشر كل الناس طالعين من قطاع الناشئين دلوقتي اللي هم يعني بيأدوا بشكل كويس يعني في الدوري كلهم من ابناء النادي سواء لعيبه او مدربين. صحيح. طيب اسحاق خليني اكلمك على فريق كابتن شرف ادانا كده مجمل الفريق وشكله. المراكز القويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي 2001 بتشوفها متمثله فين يعني في اي الخطوط بالنسبه لك او بتشوفها يعني حته الربط ما بين الفريق اللي فوقيك وحتى الفريق الاول دايما بيبقى في تركيز على منطقه معينه عشان الاحتياج نفسه للفريق الاول. والله كابتن فاروق الفريق ده بالظبط صعب تقول ان فيه خط مميز بشكل قوي يعني ان هم كلهم قريبين مستوى قريب وملتزمين يعني نفس اشكال اللي هو قال لك عليها كابتن شرف كلهم تقريبا نفس المستوى وملتزمين جوه الملعب كل واحد بيحاول يتقبل اللي يتقال له فتقريبا في لعيبه مميزه في كل خط لكن ما تعرفش تقول ده خط ده اميز من خط التاني خصوصا الطريقه اللي احنا بنلعب بيها عندنا عدد كتير في النص ملعب نص ملعب ده اوقات بنلعب باربعه اوقات يبقوا خمسه اوقات يبقى ثلاثه ففي تدوير كتير في النص ملعب مرنوم على طرق لعبة مختلفة كتير كتير اوقات بنلعب 3 2 4 1 اوقات 3 4 خلاص كفايه كده عشان عادي اتفضحنا الماتش اللي فات كان في موقف بقى يضحك الماتش اللي فات احنا بنلعب طبعا الزمالك واحنا بنقرا الفاتحه الزمالك بيقرا الفاتحه وطبعا فاروق طبعا من الواعدين مذيع قناه الاهلي فاروق بتاعنا ودمه خفيف جدا هو بيحب يعني بيحب يشوف الملعب والتحركات فقعد طبعا الاول قال النادي الاهلي بيلعب بطريقه كذا 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 فاحنا بنقرا الفاتحه عايز اقول له وطي صوتك ما هم واقفين جنبنا بس انا اقول لك حاجه يعني هو عامه النادي الاهلي الفريق الاول ما معروف بيلعب طبعًا بطريقه كذا ولكن الشغل الخططي والشغل الاراده اللي موجوده وسخاء المواضيع دي كلها ولا حاجه بالنسبه لاي حد ممكن يكون عارفك ومشاركك طبيعي هم خصم يعرف انت بتلعب ايه طبيعي لكن انت النقاط قوه اللي عندك اللعيبه اللي عندك هم في اي ظروف بيعدوا بشكل كويس بيعدوا بالمهارات الفرديه اللي عندهم ومهارات الجماعيه فده اللي بتميز الفريق ده بالظبط فريق 2001. طب حلو ده جميل جدا يعني المميزات اللي موجوده ده يا اسحاق ده بيخليك وانت بتبص بقى للفريق الاول يعني عندك حته ناقصه انتوا بتبتدوا تدوسوا عليها يعني مثلا حته مثلا وسط الملعب دلوقتي في وقت عندكم لعيبه فعلا ربنا يشفيك كان في ولد او حته الربط مع دكتور عمرو في الجزئيه مع الفريق الاول الجزئيه اللي انت بتتكلم عليها كابتن فاروق مثلا في حته السرد باكات تمام مثلا عندنا ولد اسمه معاذ ربنا يشفيه لسه اتصاب من اسبوعين اصابه خفيفه ان شاء الله ربنا يشفيه رباط صليبي يعني من حتى كابتن دكتور عمرو ابو المجد بنفسه لما شافه قال ده هيلقى الفريق الاول عنده كل المقاومات حظه وحش الله يرجع كان يعني الخطوه الاولى الخطوه اللي جايه كان دكتور عايز يبدا ايه يزقه ان هو عنده المقاومات دي تساعده يلعب بدري فكان حاجات جسمانيه كويسه جسمانيه وروح وفنيا وكل حاجه كان قدر الله ما شاء فعل تاني مين بقى اسحاق؟ في مجرابي طبعا ده حاجه كويسه جدا عمل موسم الموسم اللي فات يعني هايل ساعد ما بدا الموسم فنش موسم مستوى واحد ما بينزلش وسنه دي كان بدا اوقات في تنازل في ارتفاع لكن الحمد لله
حتى لو هو نازل بتاخد منه اللي انت عايزه. فدي شخصيات دي والمستوى اللي عندك اللي قدامنا دي ان شاء الله واقع الفريق الاول. وبيلعب باك ليفت، بيلعب سيرفي باك. فرودة في ابو وهاب قال لك عليه كابتن. لكن فعلا عندنا ناقص في حته الفرودة دي. طيب في نواقص. طيب كابتن مصطفى خليني اكلمك بقى على اثنين حراس المرمى اللي يمكن انتوا بتقولوا في واحد لاعب خمسه وواحد لاعب اربعه يعني حته الدور موجود عندكم؟ انت كابتن شرف؟ كابتن شرف كنا متفقين، هو طبعا كان حمزه اللي بيبدا الموسم، فكنا دايما متفقين ان بعد عدد مباريات معين لازم بندي العاصم على اساس يبقى احنا ما عندناش مشكله، واللي حسبناه حصل. احنا عندنا كان ماتش بتروجيت اللي قبل الزمالك على طول، من اصعب الماتشات، بتروجيت في السويس، ملعب ضيق. كنا لسه على ماتش الزمالك كابتن شرف، ملعب ضيق جدا يا كابتن محمد، والهواء فيه غير طبيعي. فاحنا كان المفروض حمزه اللي عليه الدور في اللعب. الولد مجرد بس ان هو اشتكى منشأ الاماميه، والولد ما بيقولوش غير لما يكون فعلا يعني انا زهق يعني بمرور الكلام. عربي متخيط في ماتش المقاولين ونزل كمل، متخيط اكتر من 8 غرز او حاجه زي كده، ونزل كمل الماتش بعد 10 دقائق عادي. فالولاد ما بيقولوش غير لما يكون فعلا الولد وصل لمرحله فعلا مش قادر. قعدت معاه الصبح قبل الماتش بالليل، والصبح حمزه قال له اخبار، ما فيش اي مشكله، حسيت ان الولد لا انا كويس. طب حمزه ده ماتش مهم، فقال لي هي فيها حاجه بسيطه يعني بس انا اقدر العب. مفيش بقى، مفيش كابتن شرف خد قرار ولا لا، يلعب عاصم من افضل الماتشات، هايل، عمل ماتش كويس جدا، كان دي دور كبير جدا في المباراه. جينا ماتش الزمالك حمزه رجع، شفنا في ماتش الزمالك حاجه معينه انا كابتن شرف وكابتن اسحاق لما قعدنا، ان الماتش ده اكتر يناسب حمزه، مش اكتر ولا اقل. لعب حمزه الماتش وكان من افضل الناس الموجوده في الملعب. انما انا بقول لحضرتك الولدين عندهم حته الشخصيه، عندهم حته القياده، ودي اهم حاجه في حارس المرمى، ازاي يبقى مقنع لزمايله، ازاي يبقى مطمئن لزمايله ويقدر يقودهم، ولما يزعق فيهم محدش يزعل، وده دوره يجيب ده. حضرتك انا طبعا عارف حارس المرمى دايما في سنه هايبره كده بتبقى مطلوبه، حته ان هو شايف الملعب، هو لازم بيوجه من ورا، مش مطلوب فيه الهدوء قوي. زي ما حضرتك عارف صوته عالي جدا طبعا، لازم يكون فيه كلام كتير مع اللعيبه، فدي متوفره فيهم هم الاثنين جدا. الحاجه الاميز من كده الغريبه يعني ان هم بيحبوا بعض جدا، وانت عارف حضرتك حراس المرمى يعني دايما علاقتهم بتبقى يعني لا هم متربين على كده، هم عاقلين، هم عاقلين، مفيش عاقلين حراسة المرمى مفيهاش عاقلين كتر الهبد. يعني الاثنين بيحبوا بعض جدا. انا مش عايز حضرتك والله العظيم يعني عاصم الماتش اللي فات كان قاعد جنبي بره، وحمزه بيأدي المباراه يعني مش عارف يعني عايز ينزل جوه الملعب، عايز يعمل اي حاجه. ولدينا في منتهى الاخلاق، ده رقم واحد، غير المستوى الفني مبشرين جدا 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 للفريق الاول. الولد محمد اشرف ده جايبينه من دولاب السعودي، ده اصغر في السن؟ لا معاهم في نفس السن، بس ده اول سنه ليه يعني. زي ما بنقول حد كده بنعمل له ايه، اعاده صياغه. كابتن اكرامي طبعا كان دايما بيحط انت دي جزء كنت بتتكلم عليه في الاول، ان انت لما بيبقى في حد عنده موهبه وعنده بعض الامور بتقدر جسمه كويس جدا، جسماني كويس جدا، عنده موهبه كويسه جدا. من اول يمكن مره شفناه كابتن اكرامي كان موجود خدنا فيه قرار على طول، انما هو محتاج زي ما قلت لحضرتك يعني اعاده تاهيل عشان يبقى ينفع يكون نقول عليه حارس مرمى النادي الاهلي. انما هو جاي وهننافسهم بقوه، وان شاء الله نكون عندنا ثلاث حراس مرمى واعدين. قبل ما اروح اكلمك على ماتش الزمالك يا شرف، السنه دي في بعض اللاعبين الجدد اللي انضموا للفريق من الاختبارات مثلا ولا ما كانش فيه؟ لا الاختبارات صعبه، انت عارف السن لما بيكبر بتبقى الامور صعبه جدا يعني. لكن ما فيش حد جه من بره، ما هم نفس الاولاد السنه اللي فاتت. يعني دعمنا باثنين لعيبه، لكن اللي هم احنا بنقول عليهم دايما ايه، وعدين يعني، يمكن وقتهم مش دلوقتي يبقى قدام، لكن هم خامات واعده يعني. وبرده استغنينا عن برده لعيبه كانت موجوده بقى لها فتره، التطور بتاعها ما ناسبش المجموعه كلها. هي خلي بالك برده، خلي بالك عشان نوضح برده للناس ان انت جوه النادي الاهلي، لكن في حاله عدم تطويرك بالظبط فالامور بتبقى صعبه، خصوصا جوه النادي الاهلي متطلبات الفرق في الناشئين بتخدم في الاول وفي الاخر الفريق الاول يعني. صحيح. انت مش هتفضل قاعد في الناشئين، انت في الاول وفي الاخر هتيجي في وقت ما تبقى موجود في الفريق. والكلام عن مباراه الزمالك كابتن 1-0، واكيد كانت مباراه صعبه، كنت بتكلموني ان الزمالك شكله كمان مختلف بالنسبه للفريق الخاص ب 2001، والمباراه دي الفوز فيها دي عمل حاجات كتير يعني، غير ترتيبات كتير في الجدول عندكم يعني. هو الحمد لله طبعا احنا السنه دي ادينا المباريات كلها، يمكن كان بس عندنا تعثرين، تعادل مع المقاولين في المقاولين
وتعادل في سموح مع سموحه على ملعبنا وكسبنا كل الماتشات. ماتش الزمالك كنا احنا والمقاولين زي بعض، وكان قبليها بنلعب بتروجيت، كسبنا بتروجيت 2-1 في ماتش صعب جدا في ملعب، يعني الهوا فيه انت عارف بقى السويس الدنيا بتبقى صعبه. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناهم. لما كسبنا الزمالك، وطبعا الزمالك كان ماشي مركز ثالث ومن الفرق طبعا المنافسه، ساعدنا طبعا، لان طبعا يعني رجينا او ما رضيناش، فهو نادي الزمالك هو طبعا وبيبقى ليه طعم للولاد ان هم بيحبوا ماتش الزمالك، واكيد طبعا لعبه الزمالك ماتش الاهلي بالنسبه لهم اكيد هو ماتش السنه يعني. فالحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا 1-0. المباراة كانت قوية، هما الحقيقة اختلفوا كابتن أمير عبد العزيز والكابتن منتصر الجداي، عاملين معاهم شغل الحقيقة، اختلفوا عن السنة اللي فاتت. ممكن كسبناهم 3-1 لأن هي كانت مباراة واحدة، كان دوري قرعة كده 10 فرق، فكان نظام البطولة يعني إن احنا نلعب ماتش واحد من دور واحد يعني، فكسبناهم 3-1. السنة دي الحقيقة اختلفوا وهيبقى ليهم شكل يعني، السنة اللي فاتت كانوا متهيألي خامس أو سادس، السنة دي لا هما ماشيين تالت. و فطلعنا لقينا البتروجيت كسب المقاولين في المقاولين، فادانا 3 بونت زياده طبعا، وبعدنا عن يعني الناس البتروجيت قرب بعد المكسب بتاعه، دخل مع انبي وطلع الجيش بعد ما تعادلوا مع بعض، فبقى عندنا حوالي 7 فرق كده في 18 بونت 19 بونت كلهم بيلعبوا، واحنا الحمد لله دلوقتي 29 بونت، فاحنا والمقاولين يعني فرق 3 بونت بس، والباقي كله قريب يعني كل اسبوع كل اسبوع هتلاقي فرقه بتطلع، لكن احنا والمقاولين وتحتينا الزمالك يعني بعيد شويه. البطوله دي صعبه 2001 طبعا، صعبه بطوله صعبه، ونتمنى ان هي البطوله حلوه يعني، بطوله الجمهوريه وبتقابل كل الفرق، اسماعيلي مصري. الجمهوريه بتبقى مختلفه تماما طبعا، انت بتلاعب بقى الاسماعيلي واتحاد ومصري يعني الوضع ده بيبقى فعلا مشوق كمان للعيبه، يخليهم في السن ده خلاص اللي هو ايه، انا زي الفريق الاول، ده انا المفروض دلوقتي ابقى فريق اول. صحيح صحيح يعني احنا بقى لنا حوالي 3 ماتشات او 4 ماتشات بره، السويس الفيوم السويس تاني عندنا طبعا معسكرات وجو وتركيز، والحمد لله ابتدينا احنا يعني نفصل الولاد، هو الهدف اللي رايح له الفريق الاول. الفريق الاول انت بتخلص المباراه فرحت، بعد الماتش بتفكر في الماتش اللي بعده يعني. احنا الحمد لله ربنا كرمنا بماتش الزمالك، يمكن اللعيبه عاملين جروب كده مع بعض بيتكلموا، ولو في اي حاجه اي تعليمات بياخدوها، لقيتهم بيتكلموا على ماتش المقص والملعب جاي. والملعب اخباره ايه؟ طب يعني ابتدى يبقى عندهم حته ثقافه لعيب النادي الاهلي، اللي هو بيقفل صفحه الماتش سواء بقى سعيده سواء حزينه، انت بتقفل وبتفكر في اللي بعده. فان شاء الله باذن الله يبقى ليهم شكل كبير في البطوله دي، لان هم فعلا اجتهدوا جدا. يمكن السنه اللي فاتت حصلت ظروف كده، نظام بطوله 9 مطوشه، لكن اللي هو دوري زي اللي احنا بنلعبه ده، انا مقتنع بكده، لكن دوري تعمله وبعدين تيجي في الاخر تقول مش عارف اول وتاني مقص وكلام كده، ده يعتبر كاس يعني ماتش وخلاص. لكن النادي الاهلي عموما في الناشئين على المدى الطويل بتبقى مطمن على اولاده في البطولات جدا يعني. دهام. طب اسحاق خليني اقول لك مباراه، خليني اكلمك على مباراه الزمالك، ما دام ان احنا يهمنا طبعا النادي الاهلي يكسب كل البطولات، احنا طبعا الحمد لله احنا ما خسرناش اي مباراه، الحمد لله مبارتين بس تعادل. المباراه دي كانت مهمه، الشكل الفني بالنسبه للمباراه صعب امام نادي الزمالك، كنتوا ممكن كنتوا تقولوا الوضع اختلف بالنسبه لنادي الزمالك على مدار اصعب التوقيتات في المباراه دي. لا اصعب وقت كان من الشوط الاولاني، ان كنا بنلعب عاوزنا الهدف الشوط الاولاني ولا لا حد الشوط الثاني؟ الشوط الثاني لكن ما انت دايما الشوط الاولاني كل فرقه عايز تبادر بالاهداف، فكان وقتها كل بقى دايس بقوته بكل تركيزه، فطبعا مباراه رايح جاي رايح جاي، كنا بنلعب ضد الهوا كمان، فمديه ايه الزمالك تفوق سنه، لكن كان الحمد لله اولادنا كانوا مركزين جدا، لان اتكلمنا في الموضوع ده كله، ولعبنا على الملعب ده عارفين شوط هتلعب ضد الهوا شوط هتلعب مع الهوا، فلما لعبنا ضد الهوا الشوط الاولاني كل تفكيرنا بس نحاول نحافظ على الحاجات الطويله. انتوا بتلعبوا بقى بكام بقى؟ 3 4 3 ولا فضحكم اتغيرت مرتين في الماتش؟ مرتين ثلاث مرات في اواخر الماتش بعد ما جبنا الجول لعبنا باربعه
و4 4 2 فنش الماتش كده. اهم حاجه شرف عشان برضو حاجه مهمه جدا، انت بتمرن الاولاد على الطرق كلها وممكن يتغير في وقت من الاوقات. ده موجود يعني. واحنا متفقين على حاجه ان المباراه 11 ضد 11 سواء بقى لعبت 4 3 هي محتاجه، وفي الاخر واحد ضد واحد جوه الملعب. انت تفوقت، لكن احنا بنعمل التشكيله على اللي تنافس يعني تناسب الفرقه اللي بنلعبها. لكن احنا طبعا اشتغلنا، يعني انا بقول لك انا محظوظ والجهاز طبعا محظوظ ان احنا قدرنا نحفظهم الفتره، بقى لنا سنتين او ثلاث سنين حفظنا كل الطرق. فبيبقى عندنا مرونه جوه الماتش ان احنا نشتغل. صعب على الكبار يعني ان انت تبقى تفهم اللعيب الكبير. طبعا التاسيس مهم رقم واحد، لكن اسحاق فده اللي بيفرق هنا زي ما انا قلت لك معاكم ان انتوا تحفظوهم بشكل كبير. الفرق معانا نوعيه اللعيبه اللي موجوده. مش اي لعيب يبقى عنده الثقافه دي وعنده رؤيه وعنده القوه اللي هو يحفظ ويطبع يتقال له. ممكن تلاقي لعيبه كتير عنده مميزات لكن ما عندوش الحته دي، ممكن السيستم يقع منه. اوقات بتطلب منه حاجات هو عارف خارج ده كده يعني كده راجل خارق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله طبعا دي حاجه. فالحمد لله طبعا نوعيه اللعيبه دي مستاهله ان امور بصراحه. اللعيبه اخبارها ايه معاك يا اسحاق؟ كويسين والله. بتتكلموا عربي مكسر كده؟ بتكلموا من عربي مكسر والانجليزي ومعظمهم ناس على مستوى رأي يعني. بنتكلم انجليزي بيعلمونا الانجليزي كمان. كويس كويس. بتعملوا ايه في المدارس بتاعتهم عامه في الوقت ده يا اسحاق؟ لا احنا دايما تمريننا بعد العصر. يكون ولد راح مدرسته وخلص يبقى عنده وقت يرجع يريح شويه يجي على التمرين. فدي طبعا بالنسبه لنا بتريح الاولاد نفسهم. كنت مصاب كلامي على الماتش بقى وحراس المرمى في اليوم ده كان عامل ازاي؟ طبعا هو كل ماتش بيبقى خلال الاسبوع بنقعد مع بعض مع الولاد ونشوف الفرقه. مثلا هنلعب الاسماعيلي، هنلعب الزمالك بيلعب ازاي، طريقته بتكون ازاي. الولاد بيكتبوا لي، ده بيكتب لي ورقه او على الواتس بيكتب لي ورقه بتصوراته عن الفرقه اتفرج عليها السنه اللي فاتت، وحمزه كذلك يكتب لي ورقه يقول لي الفرقه بتلعب ازاي. وبناء عليه بنحط برنامج الاسبوع. بالنسبه الفني البدني ثابت معروف اللي احنا بنشتغله مع كابتن كرامي، يبقى في برنامج بدني بنشتغله. الفني بيبقى متغير على حسب الماتش او لو في خطا من المباراه اللي فاتت طبعا بنشتغل عليه خلال الاسبوع ده. انما انا عايز احيي حمزه لنقطه مهمه جدا. الولد ده بادئين الموسم 91 كيلو. 91 كيلو. بس هو طويل. بس هو طويل طويل. هو حمزه 187. اول يوم وزنته كابتن شرف احنا مش عارفين نعمل ايه. طبعا جينا من فتره الاعداد بطريق جاي يعني. فحمزه قعدت معاه قلت له انت مش الموضوع. كابتن كرامي طبعا عرف والدنيا اتقلبت. فقلت له انت كده بتديني طبعا انت مش موجود معانا خالص السنه دي. مش موجود اساسا. داس على نفسه والله في خلال فتره قليله جدا يا كابتن. يعني 82 كيلو وبنحاول معاه اكتر من كده، بس نزل 9 كيلو. وبعدين بنيجي يوم الخميس قبل الماتش بيوم نوزنه، متفق معاه مثلا مثلا كان 84 ساعتها. لو نزلت 83 انت موجود، مش موجود انت بره الفرقه. حاجه جميله كابتن، ربنا يوفقك ان شاء الله كابتن مصطفى. يعني انا كنت سعيد بالكلام. عايز حاجه تضيف حاجه يا اسحاق قبل ما انت بالذات انت ليك اكسبشن كده معايا؟ بنشكرك بس على هذه الاستلافه والله. لا احنا حبيبي شفناك حقيقي. نشكر بيت الجهاز كابتن مصطفى. بشكرك كابتن مصطفى طبعا واسحاق. كابتن شرف توفيق تعالوا مقصر الماتش الجاي ان شاء الله. توفيق ليكم. هيكون امتى؟ يوم الجمعة. جمعة؟ عندنا في النادي ولا؟ لا في الفيوم. بس كابتن محمد قبل ما نقفل انا كابتن شرف بنبقى كابتن شرف بنشكر الجميع، الجهاز الفني اللي موجود، الجهاز الطبيه والاداريه اللي موجوده معانا. القطاع كله. يعني لا بالنسبه للفرقه كمان بتاعتنا بصفه خاصه. طبعا الناس تعبانين معانا جدا. دكتور طارق عصمت معانا بدني. دكتور طارق اللي معاكم ده جميل. جميل. جميله وفارق جدا معانا في شغلنا. الدكتور امام طبيب، محمد السيد مدلك، محمد راشد اضافه لينا في السنه دي اداري ناشط جدا وحاجه محترمه. ويمكن قربنا حته انت عارف برضو الولاد حته التكنولوجيا وكده الواتس وبقى ليهم جروب وبيتكلموا مع بعض عشان تقرب بس من العقليه اللي موجوده. كتير اختلفت عن كنا بنلعب. بشكركم طبعا وجودكم معانا ان شاء الله بالتوفيق لكم الفتره الجايه كابتن شرف، سواء بقى بحصول على بطوله او ان انتم تطلعوا لنا لعيبه مميزه للفريق الاول. يعني بشكركم شكرا جزيلا. طبعا انتهاء مباراه منتخبنا الوطني مع غانا والتعادل 1-1. احنا تقدمنا بهدف لشيكابالا في الدقيقه 61، ثم اودن جيسي هو احرز هدف تعادل للمنتخب الغاني 1-1. ايضا اوغندا والكونغو تعادلوا برضو تعادل ايجابي 1-1. ان شاء الله بعد النادي الاهلي طبعا حديث على النادي الاهلي ايضا على منتخبنا الوطني وهذه المباراه.